اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ال الله من الان الى يوم لقاء الله. حضرات المشاهدين الافاضل في كل مكان تحيه من القلب الى قلوبكم المفعمه برجاء التوسل الى الله سبحانه وتعالى بقبول صالح الاعمال في هذا الشهر الفضيل. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله يا رب ولا تنسونا من فواضل دعواتكم منافسة شريفة طيبة كريمة أخرى بين فريقي هذه المرة جامعة الإمام الكاظم وكلية الإمام الكاظم الجامعة، وبين أعزائنا في جامعة بابل في مسابقة معارف التراث، وصلنا إلى هذه المرحلة. وهي الدور آه الثاني من آه امسياتنا الجميله ومنافستنا الحلوه الشريفه، على سبيل السرعه انا اتعرف على اصدقائنا مره اخرى مع انهم شاركوا معنا واجتزنا التعريف بهم، لكن مره اخرى نتعرف على هذه الطاقات الحلوه الشبابيه في جامعتنا الكريمه. تعالوا معي لنتعرف عليهم اكثر فاكثر، نبدا من صادق محمد حسين اهلا وسهلا ومرحبا بكم. شبابنا صادق الاسم الثلاثي. صادق أمين تقي، أه كلية الإمام الكاظم عليه السلام أقسام بابل، أه قسم علوم القرآن والحديث. ما شاء, شاء الله. الله. حافظ شيء من القرآن الكريم إن شاء الله. بلي يعني شيء مثلا سوره الفجر سوره سيد الشهداء سلام الله سلام يعني. نعم سلام يعني الله ان شاء الله اتمنى لك الله. يعني ممارسه في الله. حفظ القران الكريم إن شاء الله. افضل إن شاء الله. باذن الله تبارك الله. وتعالى محمد ايضا معنا حياك بسم الله, الله. بسم الله بسم الثلاثي الرحيم. حياكم الله المتسابق محمد حيد الرسول حميد من كليه الامام كاظم عليه السلام قسم علوم القرآن والحديث. الله يبارك فيكم متزوج أمام محمد. أمام. لا لا ما. إن شاء الله بالصحة والسلامة أمام. والعافية إن شاء الله وإزدهار الحياة الزوجية المقبلة أمام. يا رب. حسين أبو إيش نسميك؟ أبو علي. أبو علي والنعم من عندك. نعم الله عليك استاذ حسين سعيد الموسوي كلية الإمام الكاظم عليه السلام قسم علوم القرآن والحديث. الله يتقبل أعمالكم شكرًا لهذا الحضور شبابنا وإلى شبابنا في جامعة بابل. بالطبع الشباب أيضا كلية الإمام الكاظم أيضا لكن فرع بابل معاكم يعني إن شاء الله تتمنوا لهم الموفقية أو تتمنون لنفسكم الموفقية محمد شو رأيك؟ أكيد ملاهم الموفقية. الموفقية لهم ولا لكم؟ اثنين ان شاء الله خافون من عدهم لانه هناك يشوفوكم اخا <applause> طيب محمد الاسم الثلاثي محمد الامين صلاح كليه تكنولوجيا المعلومات جامعه بابل محمد الامين اسم على مسمى برسول الله الله يبارك فيك ان شاء الله كن امينا بطرح المشاوره والمشوره الله. مع اصدقائك مرتضى حياك الله حياكم الله استاذ مرتضى حامد كليه القانون جامعه بابل الله يبارك فيك الله يبارك حياك الله اهلا وسهلا اسعد اسعد جاسم عبد الكاظم جامعة كلية العلوم الإسلامية نعم. تسم لغة القرآن الكريم إن شاء الله بالخير والموفقية أيضا من نفس بابل حضرتك نعم. الله يبارك فيكم إن شاء الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا نبدأ المرحلة الأولى هذه المرحلة تحمل أربعة أسئلة لكن في خيارات عشرة كونوا معنا واصحبونا نعود إليكم بعد هذه الوقفة الجميلة متابعة طيبة أتمناها لكم فكونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم حضرات المشاهدين الأفاضل. جمال التواصل معكم بالأخص في مثل هذه الأيام بنداوة هذه الوجوه الطيبة التي تعرفنا عليها قبل قليل، وبدقة الأسئلة التي سنطرحها، وذلك للتعرف أكثر فأكثر على تراثيات محافظاتنا الطيبه والنديه والكريمه. من الذي سيفوز؟ الجماعه هنا في بابل لكن في كليه الامام الكاظم ام الجماعه هنا في جامعه بابل وايضا من شباب بابل. هذا الامر يتبين بعد ان نقف عند المحطه الاولى والثانيه والثالثه ان شاء الله، لكن المحطه الاولى. يلا شبابنا نبدا من اليمين مع صادق اختيارات عشره تراثيات محافظاتنا يختار صادق تراث أي محافظة من هذه المحافظات <تغ Lock roadmap> <تغ周> <تغ周> تراث النجف الأشرف تراث النجف الأشرف مش عجب المفروض تراث الحلة <تغ <floods> بل جايها إن شاء الله جايها بس بس إن, شاء إن شاء الله إن شاء الله خير إن شاء الله توكلوا على الله <administration> <تغ <تغ <تغض> <autor> أول مطبعة حديثة دخلت النجف الأشرف هي أولاً المطبعة العلوية ثانياً المطبعة المرتضوية ثالثا مطبعة الحبل المتين العد التنازلي في هذه اللحظه يبدا صادق يتشاور مع محمد ثم بعد ذلك مع حسين والنتيجه تصير هذا الاختيار سيختارون الاجابه لا تنسوا حضرات المشاهدين الأفاضل هناك وسائل أيضا للمساعدة مطروحة وكذلك آلية التحدي لكن في آه المطبعة العلوية إن شاء الله ثبت المطبعة العلوية يلا وقتنا انتهى ثبتوا والإجابة خاطئة لكن المطبعة الصحيحة هي مطبعة حبل المتين توكلنا على الله ما زلنا في أول السباق يلا جامعة بابل محمد يختار ان شاء الله تراث الحله تراث الحله كنت امينا في انتقاء السؤال مع اصدقائك وزملائك من مؤلفات السيد حيدر بن علي الاملي كتاب اولا تفسير تاويل الايات ثانيا بحر الاصداف ثالثا السراج الوهاج في تفسير القران العد التنازلي يبدا من هذه اللحظه ها يا محمد ما شاء الله لا اسم على مسمى أمين الآن في المشورة وانتقاء الإجابة الصحيحة من قبل أصدقائنا ها يا محمد ماذا تقول آليات عدك أيضا للمساعدة لا تنسى يلا الوقت انتهى يلا يا مرتضى يا أسعد إن شاء الله الثالث ثبتوا على الثالث والإجابة صحيحة لا الإجابة خطأ أما الإجابة الصحيحة فهي نعم تفسير تأويل الآيات الإجابة الصحيحة للسيد الآمولي وننتقل إلى ثاني اختيار من قبل مجموعة شباب كلية الإمام الكاظم سلام الله عليه وألأخ محمد يختار توكلنا على الله محمد محمد إن شاء الله تعالى تراث كربلاء كربلاء توكلنا على الله ثبتوا تراث كربلاء والسؤال يقول مقام الإمام المهدي في كربلاء يقع على ضفاف نهر الهندية أم نهر الحسينية أم نهر الوند؟ في هذه اللحظة يبدأ العد التنازلي. أي الإجابات هي الإجابة الصحيحة؟ الهندية أم الحسينية أم الوند؟ أي الأنهار يقع عليها وعلى ضفافها مقام الإمام المهدي في كربلاء؟ ثبتوا الإجابة إن شاء الله تعالى الخيار الثالث. الخيار الثالث ثبت؟ ان شاء الله توكلنا على الله والاجابه خاطئه. نهر الحسينيه هذا معروف يلا خير ان شاء الله توكلنا على الله و... إلى مرتضى كما اختاره الاخوه نكرر كربلاء ان شاء الله كربلاء ان شاء الله كربلاء يا حاضنه الخير والاباء والجمال والعطاء، من الاقضيه المهمه التابعه اداريا الى محافظه كربلاء هو قضاء اولا قضاء حديثة ثانيا قضاء عانة ثالثا قضاء الحسينية تحياتنا لأهلنا في قضاء الحسينية قضاء الحسينية أكيد أكيد, أكيد. رايح لها أتمنى أن أزورها يا يلا نروح لك إن شاء الله سوية إن شاء الله إن شاء الله بعد البرنامج بعد الزيارة إن شاء الله إن شاء الله يلا نثبت القضاء الحسينية والإجابة الصحيحة وإلى حسين والاختيار الثالث الحلة الحلة نعم الحلة تراث الحلة توفي العلامة جمال الدين السيوري سنة 824 أم 825 أم 826 يبدأ العد التنازلي في هذه اللحظة 30 ثانية بين أيديكم للمداولة والمشورة <applause> نعم اي الخيارات برايكم هي الخيار <applause> الامثل والاصح سنوات قريبه والاختيار اكيد صعب لكن هناك اختار حذف اجابه حذف اجابه نختار حذف اجابه نعم اما 824 او 826 بسم الله ان شاء الله 826 من 126 نختار والاجابه صحيحه الله على محمد و محمد والى جامعه بابل واسعد يختار لنا اختيارا اخر تراث الحل اختاروه تراث كربلاء اختاروه وتراث ان شاء الله النجف الاشرف النجف الاشرف النجف الاشرف نختاره والسؤال يقول ما اول جريده صدرت في النجف الاشرف الجريدة هي أولاً جريدة النجف، ثانياً جريدة الاستقلال، ثالثاً جريدة الراعي، العد التنازلي في هذه اللحظة يبدأ أساعدكم؟ شكراً الله يبارك الله يبارك فيك إن شاء الله يلا 19 18 17 وسيلة مساعدة اكو اساعدكم شويه اخربط عليكم يلا ان شاء الله الاختيار الثاني جريده الاستقلال توكلنا جريده الاستقلال ثبتوا جريده الاستقلال اه الاجابه مع الاسف خاطئه والاجابه الصحيحه هي جريده نجف او جريده النجف طيب الى آه صادق والاختيار الرابع في المحطه الاولى توكلنا على الله ونختار آه التراث الخاص بي التراث الديوانية إن شاء الله تراث الديوانية يلا تراث الديوانية يقدر عمر مدينة عفق باسمها المعروف الآن بحوالي تقريبا 300 سنة وقد أخذت تسميتها من أول من بنى بيتا فيها واستوطنها هو محمد العفاق محمد الصياد محمد الفلاح في هذه اللحظة يبدأ العد التنزلي من أين أخذ هذا الاسم؟ نعم اختار الاختيار الأول الأول؟ إن شاء الله أكيد؟ إن شاء الله مو بالضرورة ترى الاسم لأنه متقارب صحيح لعله يعني ممكن الصياد ممكن بس مو أكيد ممكن يلا توكلنا على الله والإجابة صحيحة الله على محمد في حدود الإمكان ممكن ممكن لكنها لم تقع <applause> الله يبارك فيك على كل حال لا هي ملاطفة بالطبع يعني ممكن من ناحية فكرية وعلمية ومنطقية تأتي على هذا المنوال جامعة بابل مرة أخرى هذه المرة إلى إن شاء الله تراث المثنى تراث المثنى توكلنا على الله اختاروا تراث المثنى هدم سور السماوة الذي كان يحميها من غارات البدو والوهابيين تم في عام هدم هذا السور عام 1937 أم 1960 أم 1965 يبدأ العد التنازلي ها يا شباب طبعا الشباب أصبح لديهم حنكة ودراية بعدم أخذ بعض آليات المساعدة في المرحلة الأولى أولا لأنه سهلت المعلومات ثانيا لأنهم يحتاجونها خلينا نحذف إجابة نحذف إجابة؟ يا الله يا الله توكلنا نحذف إجابة 1937 يعني بقى, بقي و 1960 والعدد التنازلي مرة أخرى ستين. الآن يا الله أستاذ الخيار الأول بدأوا في عدم الاختيار الخيار الأول؟ الخيار الأول؟ نثبت الاختيار الأول؟ نثبت الاختيار الأول والإجابة صحيحة الله عفية بالشباب الله عفية وين وصلنا؟ <applause> اكيد جاهزين للمرحلة الاخرى جاهزين شباب جاهزين للمرحلة الثانية نتوكل يلا جمهورنا الى المرحلة الاخرى السلام عليكم مرة أخرى تحية إجلال وإكبار وامتنان لمتابعتكم الجميلة أقولها من القلب إلى قلوبكم مرة أخرى تحياتنا لأعزائنا وأحبائنا الطلبة الكرام ما شاء الله على وجوههم المبتسمة مرة أخرى من بابل إلى بابل و نوعا ما الدرجات متقاربة إن شاء الله عشرين لجامعة بابل وعشرين لجامعة الإمام الكاظم وما زلنا في أول الطريق اجتزنا المرحلة الأولى الآن المرحلة الثانية وثلاثة أسئلة لكن في خمسة أبواب وخيارات التراث الأدبي المدارس الدينية المكتبات والمتاحف الخطوة الزخرفة والمراقد والمقامات هي الاختيارات التي في هذه اللحظة يجب على شبابنا ان يختاروها، صادق نبدا من عندك يلا نختار التراث الادبي ان شاء الله توكلنا على الله، التراث الادبي، السؤال يقول كتاب اصلاح المنطق وتهذيب الالفاظ من ابرز مؤلفات القرن الثالث الهجري هو من تاليف اولا عبد السلام ابن رغبان، ثانيا محمد بن علي بن رزين وثالثا يعقوب بن إسحاق أي الإجابات في هذه اللحظة تبدأ أي الإجابات صحيحة أي الإجابات؟ أي الإجابات؟ أي الإجابات؟, أي الإجابات أي الإجابات أي الإجابات صادق عندك آليات عندكم آليات عندكم أيضا لا تنسون قضية التحدي في هذه المرحلة يلا الاختيار الثالث إن شاء الله الاختيار الثالث يعقوب بن إسحاق مثبت إن شاء الله أكيد إن شاء الله مطمئنين إن شاء الله توكلنا على الله ثبتوا شباب والإجابة صحيحة اللهم صل على هي. محمد ما شاء الله محمد. محمد الأمين أخذت المشورة من الجماعة بالاختيار كنت أمينا المراقد والمقامات <applause> نعم توكلنا على الله يلا المراقد والمقامات المراقد والمقامات نختار المراقد والمقامات والسؤال يقول المنزل الأول الذي نزل فيه أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في العراق وقت قدومه إلى مواجهة الناكثين خطب فيها خطبة وقد كانت هذه الخطبة في أولا البصرة ثانيا ذي قار. ثالثا الكوفة والإجابة العد التنازلي في هذه اللحظة يبدأ يلا شباب يلا شباب ما شاء الله حلوة المشورة الله يبارك فيكم إن شاء الله حلوة 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 حلو حلو حلو. حلوة يلا الوقت ايضا حلو ينزل دير بالكم عليها يلا يلا ثبتوا ان شاء الله البصرة ان شاء الله ان شاء الله البصرة ان شاء الله تروحوا لها بالسلامة ثبتوا شباب ثبتوا والاجابة خاطئة ذيقار ذيقار ها؟ أكيد ذيقار 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 جامعة الإمام الكاظم أو كلية الإمام الكاظم الجامعة هكذا يسمونها اختيار اخترتم، الاختيار الثاني ان شاء لك الله محمد. المراقد والمقامات ان شاء الله تعالى. ان شاء الله المراقد والمقامات توكلنا يعني على الله ثبت والسؤال يقول الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين ابن عبد الصمد الجُبعي العاملي الملقب بالشيخ البهائي علم من اعلام الاماميه نعم كان كثير الترحال بين البلدان توفي سنه 1013 دفن في اولا جبل عامل، ثانيا خراسان، ثالثا النجف الاشرف، بدا العد التنازلي. ان شاء الله خراسان. ان شاء الله خراسان؟ ان شاء الله تعالى. هو عاملي. دفن في خراسان؟ لا لا. معروف حتى مزاره يزروه العلماء عند الامام الرباط سلام الله عليه، اكيد قطعا ان شاء الله. اكيد؟ قطعا له مزار، له مزار وقبر في النجف الاشرف. ثبتوا يعني. الاجابه صحيحه صل على محمد طبعا انا اتمازح معاكم حتى شويه تتخربط عليكم الفكره نعم. الله يبارك فيكم طبعا مثل ما اخربط عليكم اخربط على الجماعه نعم. بالتساوي يلا مرتضى اختيار المرتضى اختيار مرتضى هذه المره ماذا تقولون ماذا تقولون شباب تريدون ان أختار بدالكم خير البركة ان شاء الله اختار بدالكم؟ يا الله توكلوا على الله خلينا نخالف المالوف ان شاء الله خالفوا المالوف يا الله التراث الادبي يعني انا احب الادب يلا. يا الله توكلوا على الله أو بس لا صعب <applause> كتاب يضم مختارات من الشعر الجاهلي والمخضرم والاسلامي بروايات موثوق بها اذ يضم 130 قصيده معظم شعراءها جاهليون زين؟ قليل منهم مخضرمون وإسلاميون هو كتاب الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي كتاب المفضليات كتاب الشعر في العهد القديم يبدأ العد في هذه اللحظة شعراء جاهليون قليل منهم ماذا مخضرمون وإسلاميون أنا ظليت حاير بالجواب. إن شاء الله أنتم تتوفقون. يا الله نذهب إلى الأول إن شاء الله. نذهب إلى الأول؟ يعني مبينهم صعاليك. مبينهم صعاليك. توكلنا على الله ثبتوا الأول ثبتوا لا الإجابة خاطئة. لو كان بيدي أنا كنت أقول الإجابة الصحيحة هي المفضليات. لكن كان الخيار بيدي بان اخترت لكم وان شاء الله تجبروها ان شاء الله الاجابه مالتكم وين وصلنا احنا شباب الى حسين وحسين يختار الخط والزخرفه الخط والزخرفه يلا نختار الخط والزخرفه والسؤال يقول اول من امتهن مهنه الخط في الكوفه هو ابن الشيخ ام احمد القرحصاري ام خالد بن الهياج يبدا العد في هذه اللحظه من امتهن مهنه الخط في الكوفه اول من امتهن مهنه الخط يلا وين الخطاطين وليعرف عن مهنه الخط حسين الوقت شيء فشيء ينتهي ثبتوا شيء الاتصال بقناه المعارف الاتصال بقناه المعارف في هذه اللحظة نطلب من أعزائنا في الكنترول الاتصال بقناة المعارف وكي نسألهم إن شاء الله ما هي الإجابة الصحيحة يلا أعزائنا في الكنترول وفي هذه اللحظة يتصلون بقناة المعارف عبر التليجرام القناة الخاصة بقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة ونقول ألو سلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله وبياكم حياكم ان شاء الله بخير الله وسلامه وعافيه استاذ زين حياكم الله موفقين لكل خير على هذه المسابقه الرائعه الله يبارك فيكم ان شاء الله شبابنا في كليه الامام الكاظم لديهم ما يطرحونه من استفسار ومساعده حسب اليات المسابقه اتحنا لهم هذه الله. الفرصه خدمتكم تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه استاذ زين السؤال وهو اول من امتهن مهنه الخط في الكوفه هل هو ابن الشيخ ام احمد القره حصاري ام خالد بن الهياج نعم انتم ماذا تقولون وماذا ترشحون اي حلو هاي لعل... لعله خالد بن الهياج لعله لعله استاذ احمد ماذا تقول انا بالنسبه لي اقول خالد بن الهياج ممكن ان يكون او ابن الشيخ القره حصاري لا ممكن ابن الشيخ أتخل... أها إذن أنا أتفق أتفق معكم ونقول أنه الإجابة الصحيحة هي خالد بن الهياج خالد بن الهياج والإجابة أتصور تثبتوها ثبتوها, ثبتوها. شاء الله. والإجابة الصحيحة الله. <applause> لان القرح حصاري ممكن يكون تركي مو اسماء مو اسماءهم يعني وابن الشيخ ايضا هكذا واحنا استبعدنا أه بس وقعنا أه محتارين جميله جميله السنين. جميله هذه الفكره اي يعني نعم نستبعد, نستبعد المستحيل طيب وين وصلنا شباب جامعه بابل تختار محمد من الذي يختار اسعد يختار يلا اسعد منو يختار؟ اسعد الله. المكتبات والمتاحف توكلنا على الله المكتبات والمتاحف متحف يحتوي على العديد من النسخ ومخطوطات القرآن الكريم يعد أحد أشهر المتاحف الإسلامية في العالم تم تصميمه وفق الطراز الإسلامي القديم الذي يرجع إلى القرن الثاني عشر يضم ما يقارب نحو عشرة آلاف نسخة ومخطوطة قرآنية هو أولا متحف قلعة عراد ثانيا متحف بيت القرآن ثالثا متحف بيت سيادي اذا قرات الاسم صحيح يبدا العد التنازلي في هذه اللحظه لديكم ايضا ممكن اليات ممكن تحتاجونها لكن ممكن توكلونها ايضا الى المرحله الاخرى وممكن تستفيدون منها الوقت عشر ثواني بالنتيجه هي متحف بيت القران ان شاء الله ثبت ان شاء الله توكلنا على الله ثبتوا شباب والاجابه صحيحه الله صل على محمد وال محمد احسن الله اليكم ما الذي بقي نتمنى المرحله الثانيه ان شاء الله انتقل ان شاء الله انتهت المرحله ان شاء الله الله يبارك فيكم وانتم جاهزون للمرحله الاخرى جاهزون ان شاء الله بقيت المرحله فقط ان شاء الله المرحله الختاميه باذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل التحيات موصولات لحضراتكم ومقدمات هذه التحيات لكم اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم بكل اهلنا، بكل ناسنا، بكل شعبنا، رمضان كريم عليكم ان شاء الله يعودها علينا وعليكم بالخير والبركه والسرور يا رب والعراق بالاف الخيرات والعطاءات يرفل اللهم امين يا رب العالمين ما زلنا في احتدام منافسه شريفه ان شاء الله بين بابل لكن كلية الإمام الكاظم وبين بابل جامعة بابل حياكم الله أهل بابل شكرا لهذا الحضور بين بابل وبابل من الذي سيفوز في هذه الحلقة تحديدا الذي يفوز هو الذي ينتقل إلى المرحلة النهائية والذي يخسر سيبقى بإذن الله تبارك وتعالى عزيزا على قلوبنا لكن لا يرقى إلى المرحلة الختامية بإذن الله تبارك وتعالى ونبدأ مع جامعة الامام الكاظم او كلية الامام الكاظم، لكن قبل ذلك نعلن الدرجات التي وصلنا اليها لحد هذه اللحظة. جامعة بابل حصلت في مجموع درجاتها على 30 درجة. فيما حصلت كلية الامام الكاظم عليه السلام في مجموع درجاتها على 50 درجة، ونبدأ مع اعزتنا في المرحلة الختامية، ثلاثة اسئلة هذه المرحلة، لكن أربعة خيارات واختيارات ان شاء الله نتعرف على هذه الخيارات والاختيارات من قبل عزيزنا صادق والذي سيختار باذن الله تبارك وتعالى في هذه المحطه ما يحلو له. واما الخيارات الاربعه الاصدارات التراثيه، الكتب والمخطوطات، الاعلام، المصطلحات التراثيه، ما الذي تختار؟ في بادئ الامر خاصيه التحدي. جميل، خاصيه التحدي يختارها أعزائنا لكي تصعد درجتهم للضعف إن شاء الله إذا أجابوا إجابة صحيحة. صادق اختار خاصية التحدي وماذا يختار أيضا؟ الأعلام إن شاء الله يختار باب الأعلام. السؤال يقول كتاب الأربعون حديثا في فضائل أهل البيت عليهم السلام للعالم المعروف أولا محمد بن محمد بن جعفر بن أحمد الحلي ثانيا محمد بن الحسن بن احمد بن شهريار الخازن. ثالثا الشيخ ابي الفضل بن الحسين الحلي. الوقت في هذه اللحظه يبدا ب ومن ثم الاجابه من قبل اعزائنا. الظاهر ما عندهم اي نسيته آه, اه كاني عرفه صراحه حتى غلاف الكتاب ما لونه احمر حتى غلاف الكتاب لونه احمر <تصفيق> <تصفيق> ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك <applause> نختار الخيار الاول ان شاء الله الاول ثبتوا الاول ثبتوا الاول ثبتوا الاول <applause> والاجابه صحيحه اللهم صل <applause> على محمد <المعمل تصفيق> بين الحليين تصورت انا بقيت بين الحليين لكن الاسم الصغير مصادر كتاب بحار الانوار يعني ما شاء الله يعني, إيه يعني قارئ انا شو اسمه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيكم ما شاء الله جامعه بابل والخيار الاول ها محمد؟ ان شاء الله نفعل خاصيه التحدي ان شاء الله خاصيه التحدي الله. توكلنا على الله خاصيه التحدي واي خيار من هذه الخيارات؟ ان شاء الله المصطلحات التراثيه توكلنا على الله المصطلحات التراثيه هي تزويق بالذهب والأصباغ أولاً زر أندود إذا قرأت الاسم صحيح، ثانياً الزرخب، ثالثاً الزركشة، يبدأ العد التنازلي هو تزويق بالذهب والأصباغ، هذه الحالة ماذا تسمى؟ أو هذه العملية ماذا تسمى؟ يعني ما بس انا عندكم وسائل ولا خلصت؟ يعني يعني الصور ما يجوز الجمع بين خاصية التحدي والوسائل. صح 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 صح. صح, صح. <تسعني صدق> بارك <اللحة. تصح> الله احسنت <مستقيم> <applause> صحيح يلا الوقت انتهى يلا شباب اختاروا التالي. ثالث ثالث إن شاء الله الثالثة ثبتوها والإجابة صحيحة أوه. صل على محمد أه؟ جميل بارك الله فيكم وإلى محمد يختار محمد من كلية الإمام الكاظم الباب الثاني له وهو إن شاء الله المصطلحات التراثية مصطلحات تراثية ثبتوا المصطلحات التراثية السؤال يقول السحيل مصطلح نعني به جلد الماعز إذا دبغ أولا أو إذا دبغ خيط من فرع واحد ثانيا نزع الشعر عن الجلد ثالثا العدد التنازلي يبدا في هذه اللحظه ماذا نعني بالسحيل سحيل يحتاج لكم دوره ان شاء الله في دباغه الكتب وترميم الكتب القديمه ان شاء الله الخيار الثالث الخيار الثالث نثبت ان شاء الله ثبتوا لنا الخيار الثالث والإجابة خاطئة مع الأسف والإجابة الصحيحة هي خيط من فرع واحد هذه هي الإجابة الصحيحة ننتقل إلى أعزائنا جامعة بابل يا جامعة بابل يا مرتضى الآن أنت تختار يا مرتضى إيه ما شاء الله حلو 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 تشاور مع أصدقائك واختار لنا الاختيار الذي يقول سنذهب الى الكتب والمخطوطات إن توكلنا لا. على الله، الكتب والمخطوطات علم من اعلام الطائفه استنسخ مئات النسخ الخطيه على الرغم من انشغاله بعمل القضاء الشرعي، فمن هو؟ اولا الشيخ المفيد، ثانيا الوحيد البهبهاني، ثالثا الشيخ محمد طاهر السماوي، يبدا العد في هذه اللحظه يعني على بالي انه الشيخ محمد طاهر السماوي لانه هو قاضي يعني ما نقرب عن اختصاصي. اها <applause> نذهب ان شاء الله الى الشيخ محمد طاهر السماوي. اكيد؟ ان شاء الله. تحليل جميل. لكن ممكن ان يكون ايضا آه الشيخ المفيد. ان شاء الله الشيخ محمد طاهر السماوي. ثبت؟ يا الله. ثبت؟ يا الله. ثبتوا شباب. والاجابه صحيحه. <تصفيق> <تصفيق> الله صل على محمد. نعم. حسين يختار لنا الاختيار ال... الكتب والمخطوطات اخير الكتب والمخطوطات الف الشيخ الوحيد البهبهاني رساله عمليه لمقلديه ما تزال هذه الرساله مخطوطه ما اسمها التحفه الحسينيه اولا التحفه الغرويه ثانيا الدره النجفيه ثالثا يبدا العد التنازلي في هذه اللحظه يا حسين وال مشوره بين الاصدقاء. ما الذي الفه الشيخ الوحيد البهبهاني وما تزال مخطوطه وما تزال مخطوطه وما تزال مخطوطه يلا وما زال بسم الله مخطوطة. التحفه الغرويه ان شاء الله التحفه الغرويه الاختيار الثاني ثبتوا شبابنا والاجابه خاطئه لكن الإجابة الصحيحة هي الحسينية تحفة الحسينية الله يبارك فيكم إلى آخر سؤال وأسعد نحن نسعد بأسعد وهو يختار ال إن شاء الله الأعلام إن شاء الله الأعلام وإن شاء الله أنت علم من الأعلام تكون إن شاء الله يا رب كتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب وهو أولا أحمد بن الحسين الحائري ثانيا جعفر بن قمرويه الحائري ثالثا ابن إدريس الحلي يبدأ العد التنازلي في هذه اللحظة والسؤال الأخير يلا تشاوروا شباب اشتقنا إلى صوت الحبيب الأستاذ زين العابدين السعيبي. زين العابدين الاتصال بقناة المعارف بشبكة قناة المعارف للتراث الإسلامي سلام عليكم نقولها بعد أن يتصل الأخ أمير بقناة المعارف يلا ونحيي ونقول الو سلام عليكم. عليكم السلام والرحمه الله. مساكم الله بالخير استاذ زين العابدين حياكم الله, الله. الله. رمضان والعبية. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. طاعتكم. الله يحفظكم وعلى كل اهلنا في العراق الحبيب جامعه بابل اتصلت بكم دعم. وتطلب المساعده على السؤال التالي تفضلوا. رمضان كريم استاذ زين العابدين. رمضان كريم عليكم اسعد 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 استاذ الله العفو عني استاذ. سؤال يقول كتاب مناقب ال ابي طالب لابن آه. شهر اشوب في 16 رجب 587 هو الخيار الاول احمد بن الحسين الحائري جعفر بن قمرويه الحائري والاختيار الاخير ابن ادريس الحلي. آه. نعم ان شاء الله، الان النتيجه كم آه. عندكم؟ النتيجة يعني تقريبا ستين سبعين أها يعني هذا السؤال التعادل إن شاء الله في يعني هو مصيري كما يقال أها. إذن مؤسس إذا إن شاء الله نعطيهم الإجابة ونتمنى أن تكون صحيحة نحن شبه متأكدين منها نعم. تقريبا وهو الاختيار جعفر بن قمروي الحائري ثبت الرأي رأي القوم إن شاء الله نثبت الله يبارك فيك ثبتوا شباب والإجابة صحيحة نعم وأما الآن الإعلان النهائي لدرجات أعزائنا المشاركين في هذه الحلقة تحديدا حصلت جامعة بابل في مجموع درجاتها على سبعين درجة فيما حصلت كلية الإمام الكاظم عليه السلام أيضا في مجموع درجاتها على سبعين درجة ماذا نفعل الآن؟ ما الذي حصل تحديدا؟ الدرجات متساوية ونحن ما الذي نحتاج؟ نحتاج صعود فريق واحد إلى المرحلة النهائية لكن درجات متساوية إذا نسأل او نعيد حسب نظام الكمبيوتر نذهب اليه لنسال كل فريق سؤال اضافي الى جامعه بابل والى جامعه الامام الكاظم سلام الله عليه وفي حاله تساوي نذهب الى سؤال اخر جاهزين ان شاء الله, إن شاء الله. هذه الحاله وهذه الاليه موفقه توكلنا على الله شباب جاهزون والكمبيوتر هو الذي يختار مرة أخرى لكن من اليمين هذه كما بدأنا باليمين ثم اليسار والكمبيوتر يختار السؤال هو الكمبيوتر والسؤال يختار السؤال الذهبي السؤال الذهبي لكلية الإمام الكاظم الحديقة الهلالية كتاب للشيخ البهائي ألف في أولا كيفية رؤية الهلال ثانيا شرح دعاء رؤيه في الصحيفه السجاديه ثالثا حكم الصيام لرؤيه الهلال في هذا التوقيت يبدا العد التنازلي والسؤال الذهبي يجب ان يجاوب وان يجيب عنه شبابنا في كليه الامام الكاظم سلام الله عليه الجامعه كليه الامام الكاظم الجامعه يجيبون العد التنازلي الحديقه الهلاليه كتاب للشيخ البهائي الف في كيفيه رؤيه الهلال الثاني ثاني الثاني شرح مم. رؤيه دعاء رؤيه مم. في الصحيفه السجاديه والاجابه صحيحه صلي على محمد محمد والى جامعه بابل والسؤال الذهبي في هذه اللحظه من قبل اختيار الكمبيوتر مخطوطه التحفة الرضوية في شرح اللمعة الدمشقية من الشروح المهمة التي لم ترى النور فمن هو صاحب هذا الشرح أولا الشيخ محمد تقي الإصفهاني ثانيا السيد محمد القصير الخراساني ثالثا الشيخ محمد محي الدين العاملي والعد التنازلي في هذه اللحظة يبدأ هذا هو السؤال الذهبي الموجه لجامعة بابل التداول في هذه اللحظه والقرار النهائي باختيار شبابنا والتثبيت على اي خيار من الخيارات سيكون وسيكون سيكون على خيار الاول ان شاء الله الاول ثبتوا على الاول و الاجابه خاطئه مع الاسف على اي حال هكذا هو الحال وفي مجموع الدرجات حصلت جامعه بابل على سبعين درجه بقيت على نفس الدرجه فيما حصلت كليه الامام الكاظم الجامعه على ثمانين درجه والمتاهل في هذه اللحظه الى الدور النهائي هي كليه الامام الكاظم، اتمنى لكم الموفقيه ان شاء الله وكذلك اتمنى لكم الموفقيه اعزائنا، ان شاء الله في سلم الحياه صعودا يا رب ان شاء الله، هذه ليست اخفاق انما انطلاق لانكم اخذتم المزيد من المعلومات والتجارب باذن الله تبارك وتعالى. سؤال احبائنا واعزائنا جمهورنا، اول نبدا بالجمهور، بعد ذلك انتم حضرات المشاهدين الافاضل، سؤال خاص لكم، جمهورنا العزيز شكرا بالطبع لحضوركم وجمال تواجدكم معنا اهلا وسهلا ومرحبا بكم السؤال الخاص لكم هو كالتالي يلا السؤال هو من مقامات مسجد السهله مقام اولا الامام الصادق عليه السلام ثانيا الامام الحسين عليه السلام ثالثا النبي ذو الكفل عليه السلام ما هي الاجابه الصحيحه وننتقل الى عزيزنا اللي لابس جاكيت اصفر تفضل وصلوا له يلا عزيزنا السلام عليكم عليكم السلام اسمك بالخير محمد سليم من جامعة ميسان حياكم الله أهلاً ورسولنا محمد عزيز. الإجابة الصحيحة هي الخيار الأول إن شاء الله الإمام الصادق عليه السلام سلام الله يعني على الإمام الصادق والخيار الأول انثبت في هذه اللحظة و... الإجابة صحيحة الله, صلي الله. صلي على محمد. محمد وعلي محمد, محمد. ونطلب من عزيزنا أن يتفضل الاستوديو وأن يقدم لنا الهدية شكرا جزيلا الأخ علي الله يبارك فيك وفي هذه الهدية المتبركة باسم العتبة العباسية المقدسة هدية متبركة باسم أبي الفضل العباس مع خاتم مرصع بمرمري مرقدي أبي الفضل العباس إن شاء الله تلبسه بالخير والسلامة والعافية ويكون لك داعم وحافز للمضي قدما بالموفقيه يا رب. اما انتم حضرات المشاهدين الافاضل سؤالكم المخصص لكم بالطبع هناك هدايا طيبه أه نقدمها لحضراتكم أه تكلفه أه مراسيم أه العمره وكذلك أه تكلفه زياره الامام رضا سلام الله عليه وتكلفه زياره السيده زينب سلام الله عليها في سوريا. واما السؤال اذا اجبتم اجابه صحيحه ساعلن لكم قنوات التواصل، السؤال الخاص بالمشاهدين هو على ماذا يتوقف نجاح اي مكان او مكتبه في سبيل تاديه دورها الفكري المعرفي في انجاز اهدافها، على ماذا يتوقف نجاح اي مكان او مكتبه في سبيل تأدية دورها الفكري والمعرفي في انجاز اهدافها، اي اجابه ترونها صحيحه ارسلوها عبر تطبيق الواتساب على الرقم الذي سيدون باذن الله تبارك وتعالى او سيوضع على اسفل الشاشه. هنا انتهينا، صعد معانا فريق كلية الامام الكاظم الى المرحله النهائيه ويبقى حضور شبابنا جامعه بابل في القلب ان شاء الله، شكرا لجمال حضوركم وتواصلكم وتواجدكم معنا انتم ايضا المشاهدون الكرام، حياكم الله والى اللقاء مع السلامه.